بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مشاهدين الكرام، متتبعي قناة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا في إطار التعريف بأعمال ومنشورات هذه الكلية الفتية أن نقدم لكم كتابا يحمل عنوان المخاطر الطبيعية والبيئية والاجتماعية بالمجال المغربي، الآليات والتدبير وإشكالية التهيئة. يندرج هذا الكتاب الجماعي ضمن سلسلة الأبحاث والدراسات العلمية التي تطرقت لموضوع المخاطر الطبيعية والبيئية والاجتماعية بالمجال المغربي، ويروم إغناء وتجديد المعرفة العلمية والعملية عن الموضوع البحثي وإشكالياته من حيث المضمون والمنهج والأدوات. وقد أسهم في تأليفه عدد من الباحثين في تخصصات علمية متعددة ذات طابع جغرافي. يقع الكتاب في 395 صفحة، ويضم بين دفتيه 23 دراسة علمية في شكل مقالات باللغتين العربية والفرنسية، انتقيت بعد عملية قراءة وتقييم وتحكيم 57 مقالا من لدن لجنة علمية تضم 14 أستاذا باحثا في تخصصات علمية متنوعة أيضا، وينتمون إلى عدة مؤسسات جامعية مغربية. اتسمت هذه الدراسات العلمية بالجدة والموضوعية، وبتوظيفها مقاربات علمية شمولية تتواءم وطبيعة الموضوع المتشعب، وقائمة على مبدأ السببية والتفاعلية لإبراز أفكار قراءات نظرية ونتائج تشخيص وتحليل بعض المخاطر الطبيعية والبيئية والاجتماعية متعددة الأبعاد وذات راهنية بالمجال المغربي، لما تخلفه من انعكاسات وخيمة على المجتمع والموارد الطبيعية، كما تفرض تحديات ضاغطة على السياسات العامة وإعداد التراب الوطني وتنزيل مقتضيات الجهوية وتعرقل جهود التنمية. ولم يفت على الباحثين في مقالاتهم العلمية في هذا الكتاب تقديم نقد لسياسات وأشكال التدخل العمومية ورصد نتائجها وانعكاساتها في تدبير تلك المخاطر، علاوة على ذلك طرح عدة بدائل وتوصيات علمية لصناع القرار والمتدخلين في ميدان التهيئة وإعداد المجال. يطيب لنا في الختام أن نقدم عبارات الشكر والتقدير إلى كل من قدم يد العون والمشورة بشكل مباشر أو غير مباشر لإعداد وإنتاج هذا الكتاب، ونخص بالذكر السيد رئيس جامعة ابن زهر وعميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول، وكافة الزملاء الأساتذة أعضاء فريق البحث في المجالات والمجتمعات والبيئة والإعداد والتنمية بمسلك الجغرافيا. كما نوجه شكرنا ومودتنا للأساتذة الباحثين أعضاء اللجنة العلمية على مجهوداتهم لقراءة وتقييم وتحكيم جميع المقالات العلمية المعروضة عليهم، وللباحثين الذين أسهموا بمقالاتهم في تأليف هذا الكتاب الجماعي، ويحدون الأمل أن تسهم الدراسات العلمية المتضمنة في هذا الكتاب الجماعي في إغناء المعرفة وتعميم المنفعة العلمية للطلبة والباحثين والمهتمين بالتدبير الترابي عن خصوصيات وآليات نشأة بعض المخاطر الطبيعية والبيئية والاجتماعية في مستويات مجالية وترابية مختلفة ومتعددة المقاييس، وكذا إدراك التهديدات والأحداث الكارثية التي تنتج عنها أو المحتمل وقوعها، وتعميق الوعي بضرورة تدبيرها وفق مقاربة شمولية استباقية تتجاوز الأسلوب الاستدراكي المناسباتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.